الآن بعدما ذكرنا هذه الشروط قلنا أنها دليل عقلي على عدم جواز رؤية الله سبحانه وتعالى لأنه يستلزم هذه الشروط. الآن نذكر الأدلة النقلية ولعلنا في هذا اليوم نتكلم عن دليل واحد لأن الوقت لا يكفي عن الحديث عن هذا الدليل باستفصاله وبشرحه وبذكر الاعتراضات عليه. ومن أقوى هذه الأدلة بل من أسحق الأدلة التي تسحق جميع السنة وتوهم جميع الحجج التي يستدل بها القائلون بالرؤية قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتتمة الآية دليل يؤكد معنى ما سنذكره. تتمة الآية قول الله سبحانه وتعالى اللطيف لجملة لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير، لأنه خبير. فالجملة الأخيرة من الآية وهو اللطيف الخبير هو تأكيد للآية لا تدركه الأبصار. لماذا؟ لأنه لطيف واللطيف لا يرى أبدا، مستحيل الشيء اللطيف لا يرى. وهو يدرك الأبصار لماذا؟ لأنه عليم خبير مطلع على البشر. وهذه الآية تحدثنا بإيجاب وباختصار في دروس ماضية أن العلماء اقتطعوها من موقعها وبدأوا يتناقشون فيها، بينما سياق الآية دليل على أن معنى لا تدرك الأبصار أي أن الله لا يرى. سياق الآية إن الله فارق الحبل والنوى، يخرج الآية من 95 الآية الخامسة والتسعين من سورة الأنعام إلى من أوله هي تتكلم عن موضوع معين. هناك أناس ماديون لا يؤمنون إلا بالأشياء المادية المحسوسة المرئية، ومن هؤلاء الجهود اليهود لا ماديون يريدون أن يروا شيئا أمامهم وإلا فلا يعتبرونه موجودا. إذا كان يمكن أن يرى فإذا موجود، وإذا كان لا يمكن أن يرى فإذا غير موجود. وهذا استدلال اليهود بل استدلال الملاحدة أيضا، الشيء المرئي موجود والشيء الذي لا يرى غير موجود. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات إن الله خالق الحب والنوى. تعرف كيف خلق الحب والنوى؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الله وإشارة، ذلك إشارة، انظر هذا هو الله، ذلكم الله فأنى تؤفكون. أنت تريد شيء مادي محسوس، انظر إلى المخلوقات، هذه المخلوقات هي التي توصلك إلى الله. قال لك أنا بعد ما اقتنع، ما زلت لم اقتنع. قال خالق الإصباح، هل تنظر إلى الإصباح؟ الشمس هذه ليست هي التي تنير،
لولا الله سبحانه وتعالى جعلها سراجا لما انارك. لذلك عندما تخرج، شوف هذه الكره الارضيه، تخرج منها الى الاجرام السماويه، واول ما تخرج من الكره الارضيه كما يقول علماء الفلك علماء الفضاء، اول ما تخرج من الكره الارضيه متجها الى الشمس، اول ما يصادفك الظلام، ظلام. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سوره الحجر؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، بل اعتبروا انفسهم انهم مسحورون لانهم لا يرون. وهكذا علماء الفضاء يذكرون ان الانسان لما يخرج من الكره الارضيه متجها الى الشمس الى القمر الى شيء من الافلاك او النجوم، عندما يخرج من غطاء الغلاف الجوي الكره الارضيه يرى ظلاما. اذا من الذي ينير الارض؟ الله نور السماوات والارض، هو الذي ينير، ليست الشمس التي تنير. الشمس جعلها الله، هو الذي جعلها سراجا لهذه الارض. ولو شاء الله ان يجعل الشمس موجوده ولكن يمنع منها السراج، وهذا ليس بغريب، لان الله سبحانه وتعالى عطل النار التي هي طبيعتها الاحراق، عطلها وجعلها بردا وسلاما لسيدنا ابراهيم عليه السلام. طيب، خالق الاصباح وجعل الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم. وهكذا الايات تساق الى ان ياتي قول الله سبحانه وتعالى: انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون. بعد هذه الايه بايتين يخبرنا الله سبحانه وتعالى، يقول: لا تدركه الابصار. يعني يقول انسان: انا اعطيتني الدليل الاول لم افهم، اريد ان ارى الله. الثاني، الثالث، الرابع، اقام الله له جميع الحجج، ثم بعد ذلك يقول له: حتى تفهم لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. انظروا، تقرأوا الآيات من سياقها، وإياه الواحد أن يبتر آية ويخرجها من سياقها لأجل أن يستدل فقط بأي جزء من آية أو آية، ولكن بعيدا كل البعد عن سياقها. كل سياق الآية يؤكد ما هي البراهين وما هي الحجة في وجود الله الذي لا يرى، في وجود الله الذي لا يرى. أتى بالأدلة والحجج لإبراهيم، ثم أثر ذلك: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار، ولم يقل لا تراه العيون، مع اننا ندعو دعاء ان الله سبحانه وتعالى لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، بينما الآية كانت أدق في تعبيرها حتى لا يأتي متوهم ولا يأتي إنسان يحكم هواه في الآيات كما هو الحاصل الآن. سنرى كيف عندما رجل، لو كان في الآية لا تراه العيون سيقول لك: نعم، قال: لا تدركه العيون وهو يدركها وهو اللطيف الخبير. معنى ذلك هناك آلة أخرى بإنسان يرى بها ربه. فجاءت هذه الآية قاطعة لشأفته
كل صانع، كل صانع إنسان يطمحنا أن يبصر، يقول لا يلزم أن يبصره بالعين. ممكن أراه بغير العين، هذا وقع وسنرى. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد اعترضوا على هذا المعنى عدة اعتراضات، قالوا الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك. اعتراضات، اعترضوا على أن قلنا لا تدرك الأبصار بمعنى لا تراه العيون أبدا، الأبصار لا تراه، لا يمكن لأي إنسان لأي مبصر سواء إنسان أو جان أو ملائكة، الأبصار لم يذكر العيون، الله أعلم عيون فيهم أو ليس عيون، المهم لا تدركه الأبصار. أي آلة تبصر لا يمكن أن تدرك ربها. طيب إذا هذا هو قالهم لا، يعترض على هذا الكلام الذي تقولونه، واعترضوا بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الإدراك معناه الإحاطة، وهذا المعنى فيه غش للمسلمين، لأن العامي يصدق ما يقوله من رآه أو تأهل للعلم أو كان حجة لقومه أو أنهم يرونه أنه صاحب علم، فيقول الإدراك معناه الإحاطة، والله نفى الإحاطة واستدلوا بقول الله ولا يحيطون به علما، يقول لكن شوف لا يحيطون به علما، لكن هل يمكن أن يعلم؟ نعم، إنسان يعلم ربه حتى يخشاه ويعرف ربه حتى يعبده على بصيرة، لكن الذي نفاه لا يحيطون به علما، إذن لا يحيطون، وهنا كذلك يرون ولكن لا يحيطون بالرؤية. وهذا كلام عجيب وغريب من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لجميع معاجم اللغة العربية، بل للعرب قاطبة، للعرب قاطبة، كل العرب لا يقولون بذلك، يقولون الإدراك إدراك كل آلة بحسبها، يعني أدركته بيدي أمسكت به، وأدركته بأذني أي سمعته ولو لم أحط بجميع كلامه. يعني مثلا إنسان كان يتكلم فسمع منه جملتين، لم يسمع جميع الجمل أو جميع الكلام، سمع جملتين أو ثلاثة، فيقول أنا أدركته بأذني بمعنى سمعته. ولا تدرك الأبصار أيضا بهذا المعنى. وقد صح في كلام العرب قوله أدرك فلان فلانا بسهمه أو أدركه بالسهم، وعند الجميع لو قال أدركه بمعنى أصابه ولحق به لعدوه كلاما مستقيما صالحا، ولو قال قائل أدركه بالسهم بمعنى أحاط به لاعتبروه بإجماع لاعتبروه هذيانا، هذيان وكلام
تخرصات عند الجميع. فلذلك قوله بهذا يدل على أنه من باب التشبث بشيء لا يصح، يعني الإنسان فرقان ويريد أن يتمسك ولو بالقشة. أمر آخر يدل على بطلان اعتراضهم، هم كيف يقولون يرون ربهم يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر. طيب الآن رؤية القمر ليلة البدر يحاط بها ولا جزء منها فقط؟ هذه الرؤية إحاطة. إذن أصلا كلامهم هذا مناقض للأدلة التي يستدلون بها، يقولون يرون ربهم واضحا كاملا كرؤية الشمس وكرؤية القمر، ليس بينهما حجاب ولا سحاب، لا يوجد سحاب، لا يوجد حائل، لا يوجد ساتر، لا يوجد شيء يصدهم عن الرؤية ويرونه كاملا. فإذا هذا مخالف لكلامهم. الأمر الآخر الذي هو مهم جدا ولا بد أن تتفطنوا له، يعني من أهم ما يرد على هؤلاء، يعني عندما يقولون الإدراك ليس معناه الإحاطة، أن هذه الآية جاءت في صحيح البخاري ومسلم أن السيدة عائشة استشهدت بها في منع رؤية الله. يعني السيدة عائشة لما جاءها مسروق فقال لها هل رأى محمد ربه؟ في رواية قال رف شعري، وفي رواية أيضا قال من زعم أن محمد رأى ربه، وفي رواية ثلاث من زعم أن محمد، يعني ثلاث هي من أعظم الفرية، منها من زعم أن محمد رأى ربه، وقد رواه الإمام ربيع أيضا من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. أولم تقرأ، أقول هي سيدة عائشة، أولم تقرأ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني موضع الشاهد أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي استدلت بهذه الآية على عدم جواز رؤية الله. فهل نقول أن السيدة عائشة كانت تقول عدم الإحاطة؟ هي ذكرت هذه الآية في سياق عدم جواز رؤية الله، فكيف أنتم تستدلون وتقولون بأن الإدراك معناه الإحاطة؟ الغريب، الغريب من الفخر الرازي، الفخر الرازي اعترض حتى على السيدة عائشة، قال لا فحل السيدة عائشة استدلت بهذه الرواية هنا، استدلت بهذه الرواية هنا. ولكن اللغة لا تكتسب إلا من علماء اللغة، يعني المعاني لا تكتسب إلا من علماء اللغة. والأمر الثاني أنه لا تقليد في اللغة، لا تقلدوا، يعني لا تقلدون السيدة عائشة في هذه المسألة. وينظر الواحد في تفسير الفخر الرازي يجد هذا، وهو كلام غريب عجيب، بل هي محاولة هذا الوقت لا تسوى في الزمن. كيف؟ الأمر الأول أن التعويل في اللغة العربية على العرب الأقحاح الذين يعرفون اللغة العربية بسليقته، ليس كانوا عجما والآن يردون على أهل اللغة. والسيدة عائشة هي من
أهل اللغة أصلا من العلماء العربية، كان بل يقال عنها أنها كانت تحفظ من كلام العرب وأشعارهم ولغاتهم الشيء الكبير. فكيف يأتي الفخر الرازي بعد ذلك ويقول يعني أن العرب أن هذه اللغة تؤخذ من العرب؟ طيب السيدة عائشة، أو أن هذه مثل أنها صادفت الهوى فأتى بهذا الدليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السيدة عائشة رضي الله عنها باستشهادها بهذه الآية واستدلالها بهذه الآية قد وافقت علماء اللغة العربية، لأن في اللغة العربية الإدراك معناه الرؤية، تذهب إلى قواميس اللغة العربية ومعاجم اللغة العربية المتقدمة تجد أن الذي ذهبت إليه السيدة عائشة جاء موافقا بكلام العرب، وهذا الذي يقول به علماء العربية. الأمر الثالث، أن ما ذكرته السيدة عائشة هو استشهاد بهذه الآية، ونحن لم نقلد لغتها خيام، وإنما استمساك بالاستشهاد، يعني هي استشهدت بهذه الآية على هذا المعنى، ليس تقليدا لقولها. نحن ما قلدنا قولها، نذكر كيف استدلت هي بهذه الآية، وفرق بين التقليد وبين ذكر كيفية الاستدلال بهذه الآية. واضح هذا الكلام؟ إذن سقط هذا الاعتراف، وهو قوله أن هدفت الإدراك ولم تنفي الرؤية. وجاء ابن جرير الطبري وتبعه بعد ذلك ابن حزم، ثم بعد ذلك توالت الأجيال بالاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قالوا هذه الآية تدل على أن الإدراك معناه الإحاطة، لأن أصحاب موسى ونصت الآية تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سندرك. إذن يعني محاط بنا. وقد يستدل بها حتى الآن حشوية وكأنهم غفروا بشيء رهيب، يعني يقول هذا هو الدليل أن الإدراك معناه الإحاطة، وهو حقيقة يعني فرار من ناصح الدليل إلى أمر باطل. وقد رد الحافظ بن حجر عليه، وكأن الحافظ بن حجر بكلامه في فتح الباري كأن بكلامه يقول الآية لا مناص، لا سبيل، لا طريقة. الحافظ بن حجر لا طريق إلى أن الله يرى لولا الأدلة من الأحاديث، لولا الأحاديث الأخبار كانت هذه الآية تدل على أن الله لا يرى، خلاص انتهى. ورد وتعقب ابن حزم وابن جرير في هذه المسألة، قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن هل نفى الله سبحانه وتعالى رؤيتهم؟ لا تدركه الأبصار، نفى الإبصار. لكن هل قوم موسى
نفى الله عنهم انهم راوه؟ هل نفى الله سبحانه وتعالى انهم راوا القوم؟ لا توجد في الايه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. هل راوهم ولا لم يرون؟ راوهم او لم يرون؟ واولئك يعني اصحاب موسى راوا الجمع، والجمع الذين جاءوا وهم قوم فرعون، راوا قوم موسى او لم يروا؟ اذا هل نفى الله سبحانه وتعالى الابصار؟ لم ينفي، بينما هنا نفى الابصار. فرق بين الايتين بعيد، يعني كل البعد، هذا امر وهذا امر اخر. واضح او نعيد هذا الكلام؟ نعيد. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قالوا هذه الايه تبين ان الادراك معناه الاحاطه، وقد احاط هؤلاء به. فدل على ان الادراك انا لمدركون احاطوا بهم. والجواب ان هذا الاستدلال عجيب وغريب، وهي خروج عن موضع النزاع. كيف؟ انظروا الان، هؤلاء جاءوا من البحر، يعني هؤلاء جاءوا ذهبوا الى البحر، والجنود الذين هم فرعون ومن معه جاءوا خلفه. الان هل تراءى الجمعان او لم يتراءى؟ يعني كل واحد يرى غيره او لم يره؟ طيب اذا الان هل نفى الله سبحانه وتعالى عدم الرؤيه او لم ينفي؟ لم ينفي الله سبحانه وتعالى الرؤية. الآن هل أدركوهم بمعنى أحاطوا بهم من كل جانب، أو أنهم اصطدموا معهم وجها لوجه؟ إذا هذا هو، هم لم يحيطوا بهم هكذا، جاءوا من كل جانب. ولذلك سيدنا موسى أدرك أن قال لا أبدا، والدليل شق الله سبحانه وتعالى البحر وذهبوا. فهل هل وقعت الإحاطة أو لم تقع؟ إذا الإدراك هنا هل وقع أنهم أدركوهم أو لم يدركوهم؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما نفى الرؤية، والإدراك لم يستطيع أن يدركوه، بينما هنا الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار. فالإدراك هو المقصود، المقصود في الإدراك وليس المقصود في الرؤية. هناك نفى الله سبحانه وتعالى، لم ينفي الرؤية، فلذلك رأوا، بينما في الله عز وجل لا تدركه، هذا كلام حق، فلذلك المنفي عنه الرؤية، المنفي عنه الرؤية. واعترضوا، الاعتراض الثاني، سبحان الله، هناك خمس اعتراضات، وظننت أني سأكمل هذا الدليل اليوم فقط. الدليل قالوا الآية نفت جميع الأبصار ترى ولم تنفي يعني البعض، يعني النفي يسمى سلب العموم وليس عموم السلب. معنى هذا أن الذي نفته الآية أن جميع الأبصار أن تراه، إذا ماذا نفهم؟ يعني كما يقول ليست كل الابصار سترى، يعني اذا شيء بعض من الابصار سترى لا تدرك الابصار، يعني الابصار جميعا لا تدركه سبحانه وتعالى. هنا رجعوا معنى هذا، اول شيء تقول هناك احاطه، والان كيف اتيتم بهذا الاعتراف وهم بانفسهم؟ شوفوا اصلا ياتون بهذا الاعتراض الثاني
بعد ذكر الاعتراض الأول. وغدا تذهب إليه مرة أخرى وسيأتي بالاعتراض مرة أخرى نفسه عن الإحاطة. طيب أنت لما أتيت بالاعتراض الثاني دليل على أنك لا تقول بالاعتراض الأول. يعني الاعتراض الثاني إيش يقول؟ يقول الذي نفاه الله أن جميع الناس أن يروا، لأن هناك كفار سيدخلون النار لن يرى الله عز وجل وسيراه المؤمنون. فإذا نفهم من هذا أن الآية سلبت الآية نفت وسلبت أن الجميع يشوفه، ولكن لم تنفي الآية أن هناك من الناس من سيراه. وفرق يعني مثال نقول ليس كل الناس سيرى الله، أو غير كلمة الرؤية، ليس كل الناس سيدخلون الجنة. تفهم من هذا أن ليس كلهم ما يدخلون الجنة، ولكن البعض سيدخل والأكثر أنهم لا يدخلون. هكذا يقول هذا الجليل، لا تدركه الأبصار، معناه أن الأبصار كل الأبصار لن تدركه، وإنما بعض الأبصار هي التي تدركه. وهو استدلال رهيب بكل صراحة، لأن الله سبحانه وتعالى أصلا لما قال لا تدركه الأبصار ساقه في مساق المدح، وعكس المدح الدم، كقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني معاش لا يصيبه السنة والنوم. لو قلنا تأخذه سنة ونوم، نقص أو ليس بنقص، عيب أو ليس بعيب، تأخذه سنة ونوم. فالله سبحانه وتعالى لو قلنا تدركه بعض الأبصار، ليس جميع الأبصار كقولهم، لو جاءت الآية تدركه بعض الأبصار فمعنى ذلك أننا نصف الله بالذنب، لأنه هو مدح نفسه، يعني مدح لا يظلم الله، لا يظلم أحدا. الله لا يحب المعتدين. قلنا مقصود صح كل لكن بعض كم واحد يحبهم. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في النفس لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الظالمين. هل معنى ذلك نفى الله سبحانه وتعالى عن الجميع؟ يعني جميع الظالمين كلهم، أو أن البعض منهم الذي سيحبهم، بعضهم سيحبهم والبعض الأكثر لا يحبهم، ولا يقول فيه عاقل مسلم، يعني عاقل غير مجنون لا يقول به، فكيف بعلماء الأمة ويقولون بهذا الكلام؟ هذا شيء عجيب. الآية سيقت مساق الامتداح، والمدح عكسه ذم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن صفة من صفاته. ما هي الصفة؟ لا تدركه الأبصار. إذن هل تتحول وتتبدل هذه الصفة؟ مستحيل. فسقط استدلاله بهذا، أي أن بعض الأبصار ترى، لأن الآية نفت الجميع لم تنفي البعض. وقلنا بهذا يلزم أننا نمر على جميع القرآن حيث نرى عموم
نقول يعني المقصود الجميع أما البعض ممكن لا يحب الله المعتدين، إذا الجميع أما البعض منهم يحبهم. لا يحب الله الظالمين، يعني الجميع أما البعض منهم يحبهم. وهذا كلام خطير. وما أدى بهم إلى هذا بكل صراحة، لم يؤدي بهم إلى هذا الأمر إلا أنهم رأوا أن الدليل قاطع، يعني لا مخلص منه، فحاولوا أن يتشبثوا ولو بالأوهام والظنون، لأن الدليل واضح. وقلت لك أن ابن حجر، ترجعون إلى فتح الباري تجدون أن ابن حجر يقول أن هذه الآية لولا الأخبار الواردة، ونحن ذكرنا عن الأخبار أنها أغلبها مكذوبة أو جاءت من وجه ضعيف أو ليس في موضع النزاع،